السلام عليكم واهلا بيكم. احنا دلوقتي هنخش ان شاء الله مول عمان. زي ما دخلنا مول في اسطنبول ومول في انطاليا ومولات كتيره يعني، لكن الحقيقه عايز اقول حاجه في مول عمان او حاجتين مهمين. يعني مول عمان ده يعني الفطيم هو اللي انشاه، والفطيم شركه مش عمانيه يعني، لكن في الحقيقه الفطيم له العديد من المشروعات الانشائيه هنا، سواء كانت مولات او هايبر ماركت او اماكن ترفيه او مجمعات سكنيه. وحجم الاستثمار الفطيم هنا يمكن يقارب ال 2 مليار دولار. والحقيقه مش الفطيم بس اللي ليه مشروعات هنا، سويرس ايضا ليه مشروعات هنا في صلاله، واظن كمان في خارج صلاله، ودار جلوبال للسعوديه ايضا ليها مشروعات هنا. الفكره ان كتير من شركات التطوير العملاقة في الشرق الأوسط ليها استثمارات في الحقيقة كبيرة جدا في سلطنة عمان. حبيت بس أوضح اللافتة ديت، وإن شاء الله الكاميرا هتوريكم مول أوف عمان أو مول عمان أكتر وأكتر. أهلا بيكم.